مرحبا برج الميزان، أهلا فيكم في القراءة العمل. أعزائي، هاي القراءة تصلح حق الطالع والقمري وأيضا الشمسي أو أي من الكواكب عندك موجودة في برج الميزان عزيزي المتابع، ولكن أنت اللي لازم تشوف القراءة وتحدد إذا تنطبق عليك ولا لا. القراءة هالمرة راح تكون عامة، ننظر فيها إلى أغلب الجوانب خصوصا بخصوص الحياة العملية بشكل سريع وعام، الحياة العاطفية، وآخر القراءة راح نشوف شنو بتكون عندك المفاجأة. نبتدي بجانب الأموال ونشوف يا برج الميزان شنو راح يكون عندك من تطورات في الأموال. أربع الخماسيات، لما أشوف هذا الكرت أحس إن هذا الشهر ما راح يكون فيه الكثير من التطورات المالية، مش لأن أنت ما قاعد تجتهد أو حياتك متوقفة، لا، ولكن لأن أحس هني برج الميزان أنت حطيت أموالك زين بداية من قبل هذا الشهر في أماكن ثانية، فصرت ما تقدر تستخدمها. فخلال هاي الشهر ما أتوقع أنه راح يكون عندك الكثير من التطورات المالية. هذا الكرت يقول لك أنت محتاج أنك توفر كل فلس أو في كل جانب أنت تستطيع أن توفر فيه تدخر، لأن أمامك مصاريف راح تكون شوي غير متوقعة، ومحتاج من الحين توفر قرشك الأبيض لليوم الأسود، أو على الأقل اليوم اللي راح تحتاجه فيه بسبب استثمار أو بسبب شيء معين انت في بالك. هذا الكارت يقول لك ادخر. خلي نشوف الحين في الوظيفة، للي منكم عندهم وظائف شنو راح يكون التطور عندكم. اوكي، ستة الاغصان، مزيد من النجاح والتطور يا برج الميزان. احس هني انه من خلال عملك وفي فريق العمل اللي انت حاليا تعمل معاه في الشغل، راح يكون عندك مثل التميز في الفترة القادمة. يعطونك مشروع، يعطونك مهمة جديدة، احتمال حتى يكون في كلام بينك وبين رؤسائك في العمل بخصوص تحسين وظيفتك، تحسين راتبك، تجديد عقدك. اوكي، رغبتهم ان انت تبقى معاهم ويطولون معاك الفترة. توقيع أشوف هني أحس إنه توقيع عقود، اللي منكم ينتظر تجديد عقود وتحسين أيضا اشتراطاتها، من ضمنها الراتب. ولكن ما أدري ليش من بداية القراءة من هذا الكارت شفت لك يا برج الميزان، أحس إنه جدا مهم في الفترة الحالية أن تبدأ في الادخار، لأن راح يكون أمامك مشروع مهم، حدث كبير تستثمر من أجل المال في المكان الصحيح. خلنا نشوف المشاريع اللي منكم عندهم مشاريع أو بزنس أو يفكرون أن يفتحوا بزنس. ثلاث كرتات ما اخذها، كرت واحد. اوكي، بيج اوف وانس، الغصن الصغير، غصن المراهق. راح يكون في اخبار عندك او صيتك اذا عندك اوريدي بزنس يا برج الميزان وانت فتحته صار لك فتره، راح يبتدي يبيع صيت عملك، يبتدي بين الناس ينعرف ان برج الميزان هذا عنده بزنس ناجح، تعاملوا معاه. اوكي، الاخرين يشجعون بعضهم البعض ان يتعاملون معك بخصوص البزنس. اذا كنت تفكر في فتح مشروع لحد الان ما فتح، هذا الكرت يقول لك محتاج انك تجمع معلومات اكثر قبل ما انك تتحمس وتستثمر اموالك، لان هذا الكرت يشجعك على الحذر. معلومات اكثر، بحث اكثر، تتعمق اكثر، لان هذه الطاقه البيج ما تكون طاقة ناضجة مثل الملكة مثلا أو حتى الفارس. أوكي، خلنا نشوف جانب الدراسة لبرج الميزان. العاشقين،
في الفترة القادمة أمورك الدراسية راح تكون إن شاء الله على أحسن ما يرام. أشوفي هني يا برج الميزان إن في عندك شيء كان من فترة يشغلك، كان مخلينك مو قادر تركز 100% في الدراسة. ممكن الحب، ممكن أمور المادة، ممكن مشاكل قاعدة تصير داخل البيت، هموم الحياة بشكل عام كانت مخليتك مو قادر تعطي 100% للدراسة، مع إنك موجود في تخصص تحبه ومبدع فيه بطبيعتك يعني حتى. وهذا الكارت يقولك في الفترة القادمة راح تسهل عندك الأمور، يقل الضوضاء في حياتك عشان تقدر تركز في دراستك، والأمور راح تكون جميلة ومنيحة في نفس الوقت. خلينا نشوف الباحثين عن عمل. اوكي، تمبرانس، كارت برج القوس. هذا الكارت دائما احس انه لا تستعجل في قبول اي وظيفة امامك، لان هذا الكارت يقول لي ان اذا قبلت وظيفة انت مش مقتنع فيها ووقعت عقد، بعدين راح تأتيك وظيفة تقول وين كانت عني. اوكي، راح تأتيك الوظيفة بعدين اللي تحبها او اللي كنت تتمناها، لأن الوظيفة اللي تتمناها وتحبها وتنتظرها راح شوي تأخذ وقت زيادة، بس الوظيفة اللي راح تكون متوفرة أمامك في الوقت القريب ما راح تكون هي القريبة لقلبك واللي هي تتمناها. عرفت، عندك وظيفتين، واحدة راح تأتيك بسرعة بس أنت مو شرط تكون مرتاح فيها، ولكن اللي راح تتأخر عليك هي الأصلح لك. خلينا نشوف الحين الحياة العاطفية بشكل عام، ما راح أحددها للمنفصلين أو المرتبطين. إنزين، السؤال هنا يقول ما هو توافقك مع الشريك لشهر سبتمبر؟ أوكي، ملك السيوف، أربعة الأكواب. شريكك راح يكون إذا عندك شريك أو منفصل عن شريكك في الفترة القادمة راح يكون دائما يتعذر بانشغاله، مع ان انت هني بطاقة ملك السيوف عارف انه ما في مانع عشان انت والشريك مثلا تسوون خطط جديدة، اوكي، تتقربون من بعض، تاخذون خطوة جديدة مع بعض. انت هني في طاقة ملك السيوف عارف كل المعلومات اللي تحتاجها، بس هو الشريك هني قاعد اما يتلكك اما يتعذر اما يتهرب، يصطنع المشاعر. حتى احس شريكك قاعد يصطنع المشاعر عشان مثلا لو انت مرتبط فيه ما يروح معاك المكان الفلاني او ما يعطيك الشيء الفلاني، لو انتم منفصلين عشان مثلا ما يأتي يرجع في حياتك مرة ثانية يعرض عليك الزواج او الحب. في عنده نوع من لا تأفف، الكسل. ايضا شريكك كسول، شريكك يحب انه يماطل ويؤجل لحد ما تحط على رقبته السيف، تخيره إلى الأمام أو إلى الخلف، تعطيه خيار. هذا الشخص إذا ما حطيت السيف أمامه، أوكي، وطلبت منه اتخاذ موقف واضح، ما راح منه ومن نفسه. أشوفه هنا خلال شهر سبتمبر يتخذ معاك موقف واضح. إنزين، خلينا نشوف على في جانب الصحة يا برج الميزان. اللي ما عنده شريك يعني العزاب منكم راح يسوي لكم ان شاء الله قراءة مواصفات الشخص القادم في طريقك. ثمانية الخماسيات، لازم تكون في تغييرات جادة بخصوص اسلوب حياتك اليومي، قعدتك. بعضكم يا برج الميزان مثلا كثيرا يتمرن او كثير عندك شيء تطيل فيه الوقت، ياخذ وقت طويل منك، الجلسة امام التلفاز، الجلوس على الكرسي، العمل المكتبي حتى. احرص انه ما يسبب لك اي نوع من، عندنا هني السيف الاول، اي نوع من مشاكل في الظهر، الانحناء. اوقات برج الميزان ممكن ينسى نفسه، ينغمس جدا أثناء العمل أو أثناء أي شيء قاعد يشتغل عليه، كونه أب كونه أم ينسى نفسه. ف
فهني تعاني من مشاكل تخص الظهر. كون حذر ان انت دائما تغير وضعيتك، تغير حركتك، تجلس جلسة صحيحة. هذا بخصوص الناحية الصحية. خلنا نشوف الأمور القانونية، إذا عندكم أي قضية متوقفة أو في النظام القضائي. كرتين، خلنا نشوف، بدنا كرت واحد بخصوص الأمور القانونية. اوكي، ستة السيوف. احس هني يا برج الميزان انه راح يكون عندك نوع من التسوية، ولكن ما راح تعوضك بشكل كامل عن الخسائر او الاستثمار او حتى التعب النفسي اللي انت تعبته في هاي الموضوع. نوع من التسوية، نوع من التعويض، ولكن مو كامل، فيه نقص. جزء من المسؤولية راح تضطر انت ان تعوضها، انت ان تقبل خسارتها. قبولك ان مثلا لو كان لك، نفرض لو كان لك 10,000 دينار ضد اشخاص معينين، فهني احتمال ان راح تحصل 60-70-80% من المبلغ. اوكي، تسوية او نجاح في القضية ولكن مو بشكل كامل، او مثلا حتى تخسر نوع من في أوقات في قضايا المحكمة يعوضونك عن أشياء كثيرة لما تأتي بالأدلة، بس في أشياء معينة ما يعوضونك عنها. هاي نوع من الطاقة. إنزين، خلصنا من الأمور القانونية، بنشوف الحين شنو راح تكون أمامكم الطاقة اللي تتحداكم خلال شهر سبتمبر. طاقة الاستفزاز أو التحدي. addiction، الإدمان بالضبط، نفس اللي حسيته هني بخصوص أمور الصحة. في تغييرات جذرية أنت تحتاج تسويها يا برج الميزان. أحس أكثر شيء هذا الشهر بخصوص روتينك اليومي. في أشياء أنت هني ما تقدر أنك تتخلص منها. إنزين، جزء من طبيعة يومك، مثلا جلوسك أمام التلفاز، قلت لك عملك المكتبي، طبيعة عملك فيه تضطر ان تحمل اشياء ثقيله، شيء كذي. راح يكون الصعوبه في هاي الشهر والامتحان لك ان شلون شيء تعودت عليه، وان كان مؤلم وان كان يضرك، ولكن انت تعودت عليه لفتره طويله، شلون راح تقدر تغيره، تبدل هاي الطاقه. انزين، تبدل مثلا تعودك ان انت تنسى نفسك امام شاشه الكمبيوتر اثناء العمل، تنسى نفسك أثناء ما كذا كذا، نسيانك لنفسك، إن تكون دائما منتبه لي جسدك. زين، وضعيتك في الجلوس، كيفية طريقة استخدامك لجسدك. أحس هني إن الأمور الجسدية هي اللي راح تكون تحدي أمامك خلال هذا الشهر. في شيء مضر لك وأنت لكن مضطر إنك تستمر في عمله. خلنا نشوف الطاقة اللي راح تعاونك خلال هذا الشهر. كرت واحد فقط. The Lady of the Mirror. Reflection, non-judgment. بالضبط. Reflection. خلال هذا الشهر احتمال كبير ان احد الاصدقاء، احد المعارف، شخص مقرب منك يا برج الميزان، راح يكون مر بنفس التجربة، بنفس طاقة التحدي، أو بنفس حتى الصعاب أمامك خلال هاي الشهر. شخص جدا مقارب لك في العمر، في تجارب الحياة، في قصته، في الباك جراوند ستوري، حتى قصته من وين أتى وشلون كون نفسه وشلون تخطى هاي المصاعب اللي قاعدة تتحداك خلال هاي الشهر، راح يكون في طريقك.
شخص جدا تقدر تستفيد من تجاربه، لأن تجاربه قريبة من تجاربك، وضعه حتى قريب من وضعك. يعني إذا أنت منفصل هو منفصل، إذا أنت متزوج عندك لحد الآن مثلا بيبي واحد هو أيضا متزوج. هاي نوع من الطاقة، تأتون من نفس البلد، تعملون في نفس المكان، أوكي، هاجرتوا مع بعض في نفس الوقت، شيء كذي مقاربة، أوكي، مقاربة مع شخص راح يكون أحسه بالعادة مو صديقك، ولكن خلال هذا الشهر راح تجمعكم القصة المشتركة ويفيدك في تجاربه. هذا هي الطاقة المعاونة. خمسة الخماسيات، أحس هني إن أكثر شيء أوكي، المفاجأة من أجل برج الميزان. عزيزي برج الميزان، خلال هذا الشهر راح يأتونك الكثير من الأشخاص حاملين القيل والقال، القيل والقال عن أشخاص أنت تعرفهم، أشخاص مقرب منهم، أشخاص احتمال جديدين في حياتك. زين، هذا الشخص جديد في حياتك ابتديت معاه صداقة، قاعدين تستفيدون من تجارب بعض. راح يأتي شخص أو عدو أو زين بينكم يحاول أن يفرق، يحاول أن يخرب بينكم، يحاول أن يبعد التحالف مع الشخص اللي قلت لك هني. راح يأتي في طريقك ويساعدك على المرور أو الاستفادة من تجاربه. زين، راح يكون في بعض من هاي النوعية، من هاي الأشخاص اللي يبون وإن كانوا ما يقدرون يفيدونك. المفاجأة أن في ناس يدعون أنهم يقدرون يساعدونك وما يقدرون يساعدونك، ولكن في نفس الوقت يريدون أن يكونون في حياتك وعندهم أسرارك. ما يقدرون يفيدونك، يريدون أن يبقون لمجرد البقاء، لمجرد الفضول. هذا هي المفاجأة، الكثير من الفضوليين خلال هذا الشهر. عزيزي برج الميزان، هذه كانت